لم يكن سهلا على جون أن يحبس دموعه وهو يستمع لأنشودة أنا سوداني الوطنية مع اقتراب إعلان انفصال دولته عن السودان الشمالي، انفصال حول احتفال وداع الجنوبيين العاملين في الإذاعة والتلفزيون إلى كرنفال حزين ورقص أليم لم تزده المعازف إلا ألما. في 9 يوليو سوف يبقى الشمال شمالا ويمضي الجنوب، ولن تبقى سوى الذكريات والعلاقات الإنسانية التي نشأت في دواوين العمل والحياة العامة. لكن نيل يفكر في المغادرة لمنح دولته الوليدة شيئا من خبراته التي اكتسبها خلال 14 عاما قضاها فنيا في تلفزيون الدولة الرسمي. دولة لسه جديدة، يعني محتاج للناس، محتاج لخبرات، فلازم علينا نودي شوية للأخوان هناك يستفيدوا منه حبا. مشوار طويل امتد لأكثر من 30 عاما في دهاليز التلفزيون دفعت جون للإيمان الكامل بسودانيته إذا ما ذهب إلى الجنوب أو قرر البقاء في الشمال. حتى لو أنا قاعد هنا برضو سوداني، ولو مشيت هناك برضو سوداني. لكن مشاعر الأسى لا تخفى على وجوه أشخاص وجدوا أنفسهم في مهب رياح التغيرات العاتية ذهبت معها عقود من العمل والاستقرار. دقت ساعة الفراق بين الشمال والجنوب وانهمرت معها دموع الكثيرين حزناً على عشرة امتدت لسنين، فماذا سيكون مصير هؤلاء إذا ما انتقلوا للجنوب بعد أن اعتادوا على العيش في الشمال؟ سؤال ستجيب عليه الأيام المقبلة. رفيدة ياسين، العربية، الخرطوم.